اكتمل وصول وفود أطراف النزاع في اليمن إلى ستوكهولم عشية انطلاق محادثات السلام برعاية أممية. نبرة التفاؤل غلبت على تصريحات الساعات الأخيرة، إذ وصف متحدث باسم الوفد الحكومي جولة المحادثات بفرصة السلام الحقيقية، كما تعهد الحوثيون ببذل قصارى جهدهم لإنجاحها. المحادثات تحظى كذلك بدعم قوي من المجتمع الدولي الذي ضاق ذرعا بالتكلفة الإنسانية الفادحة التي يدفعها اليمنيون منذ 4 سنوات لحرب بالوكالة بين قوى إقليمية. برعاية أممية استكملت التحضيرات لانعقاد مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية. يركز جدول أعمال المشاورات على الملفات الخاصة بالجوانب الإنسانية وأوضاع الأسرى وفتح مطار صنعاء ووضع ميناء الحديدة، وموضوعات هامة أخرى ستغيب في هذه الجولة مثل قضايا وقف الحرب وتسليم السلاح. تتجه الأطراف اليمنية إلى السويد على وقع تبادل الاتهامات بانتهاج التصعيد العسكري على الأرض، وتعلن في الوقت ذاته جاهزيتها للسلام. تحقيق اختراق في هذه المشاورات يبدو أمرا ممكنا بالنظر إلى مستويات الضغط المتزايدة سياسيا وإنسانيا. من وجهة نظري بأن مشاورات السويد لن تكون كسابقاتها هذه المرة، وذلك بسبب الضغوطات الخارجية والإقليمية التي تتلقاها أطراف النزاع في اليمن على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية. تفاؤل السياسيين والنخب بنجاح مشاورات السويد يقابله تفاوت لدى المواطنين مع نزوع السواد الأعظم منهم إلى التشاؤم وعدم التعويل عليها والتنبؤ بفشلها. أتوقع أنها تكون كسابقاتها من الجولات تبوء بالفشل، ولكن نتمنى أن تخرج وأن يهدي جميع الأطراف إلى الاتفاق وإلى خروج بحلول سلمية إن شاء الله، من أجل يعني إصلاح الأوضاع ومعيشة الناس. لكن اللافتة على الأرض كما في كل الجولات التفاوضية السابقة هو عودة التصعيد واحتدام المعارك. ففي نهم شرق صنعاء اشتعل فتيل المعارك بين الحوثيين والقوات الموالية لهادي، وسقط العشرات بين قتيل وجريح، كما هو الحال في جبهتي قانيا والوهابية بمحافظة البيضاء وسط البلاد، وحتى في جبهات الحديدة غربا وصرواح شرقا، فيما طيران التحالف لم يوقف غاراته الجوية حتى اليوم. كل هذه التطورات تعكر أجواء مشاورات السويد وتضعف مستوى الثقة بين أطراف الصراع. خليل القاهري، التلفزيون العربي.